بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله. أحب أرحب بالمشتركين الجدد في القناة وأشكر الجميع على المشاهدة، وأعتذر عن انقطاعي الفترة اللي مضت على أساس الحقيقة مشغول وما كان في استطاعة أني أصور مقاطع وكذا، فإن شاء الله بحاول قدر الاستطاعة. يعني الشيء اللي إذا صار في إنتاج إن شاء الله بعون الله مباشرة أنزلها على اليوتيوب. الحديث اليوم عن العزل دورات المياه أجلكم الله. طبعا البيت اللي كان يترمم كانت فيه إشكالية أن الحمامات تسرب موية كثير، وطبعا قديم ما كان فيه عزل وكذا، ف يعني سببت مشاكل كثير الحمامات، وخصوصا اللي في الدور العلوي يعني، واضطريت اني انا اعيد تأهيلها مرة اخرى واعيد اعمل لها عزل. ولما سألت عن تكلفة العزل وكذا يعني مع الشغل وكذا وجدتها عالية شوي، ويعني اسعار المواد مقبولة يعني، فقلت خليني انفذها انا. والحقيقة كانت أول مرة أعمل عزل الأرضيات، وطبعا يعني سويت أيضا الياسة الأرضية والميول حق دورة المياه، هي 3 دورات مياه اللي موجودة، وعملت 2 منها بالبيتومين الأسفلت الأسود أو الجار اللي يسمونه جار، اللي يجي فوقه الطربال هذا، وان شاء الله يعني مجرد انه ينتهي هو راح احاول اني انزله. وعملت هذا بالسيلر المائي العادي اللي العزل المائي، والاختلاف الحالات يعني بالنسبة لهذا ما كان فيه تهريب كثير، وما كان فيه اشكالية في ارضيته بخلاف هذيك. هذه كان فيها مشاكل كثير يعني، واضطريت يعني بناء على الاستشارات وكذا اني انا اعملها بالبيتامين الاسود اللي يجي فوقه الطربال هذا، وان شاء الله بعون الله خلال الفترة القادمة انزلها. طبعا بالنسبة للعزل المائي زي ما انتم شفتوا في بداية المقطع، انا عملت نوع تنظيف وصنفرة و يعني بالمكنسة شبطت التراب كله اللي موجود فوق السطح. طبعا قبل هذا كله عملت الياسة باتجاه ميولها باتجاه الصفاية حقة الماء، و يعني بعد ما تجف يجف يجف العازل ان شاء الله راح افتح فتحه في الصفايه او في الماسوره حقت الصفايه اللي انتم تشوفونها في الامام هذه، ونحط بحث بناء على ارشادات الاخوان اللي انا شفت لهم مقاطع، و يعني الحقيقه انا ما عندي علم فيها خلاف اللي شاهدته واللي سمعته من الاخوان الشباب السعوديين، اللي أشوف صراحة ما قصروا في عملية البناء والإنشاءات، وأشياء جميلة سووها ومجهود جبار يعني استفدنا منه كثير، فجزاهم الله خير يعني. العزل المائي هذا مريح، أول شيء ما في رائحة، وبعدين ما هو بسام، ويعطي طبقة عزل ممتازة جدا يعني. مجربة أنا قبل في جربتها في نفس الأرضية هذه قبل أصب الياسة حقتها على الصبة حقت الخرسانة يعني، وحطيت عليها موية وجلست يمكن حوالي 3 أيام يعني، ما إلين طلعتها أنا بالإسفنج يعني، سحبتها بالإسفنج الموية، فممتاز يعني إن شاء الله بعون الله أنه يكون كافي. وزي ما أنتم لاحظتوا أنا أعطيت وجه في البداية، خففته بشوية موية على أساس أنه هي يعني يروح لكل مكان ويغطي كل الحفر والمسام اللي موجودة في الياسة، وبعدين هذا الوجه الثاني خففتها أقل من الأول، ويعني على أساس أنه يعطي الفيلم اللي يجي فوق طبقة الأسمنت هذه، ويصير خلاص يحجب الموية عن الأرضية. ف
فان شاء الله تكون الطريقه واضحه والعمليه ان شاء الله انها تكون سهله رغم الارهاق يعني اللي فيها والتعب، يعني خصوصا في يعني المقدمات حقتها اللي هي الياسه وال كل هذه اشياء متعبه جدا يعني، لكن تبقى يعني اشياء باستطاعه الواحد ينفذها يعني مهما كانت يعني التعب اللي فيها وكذا، لكنها ممكنة يعني ما يعني ممكن الواحد يستغني عن الفنيين ويسويها بنفسه. أرجو أنه إذا كان المقطع أفادكم تضيفون إعجابكم واشتراككم في القناة، وحياكم الله.